أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الواقع نحن آسفين على التأخير، صار معنا مشكلة بالكونكشن واضطرينا نلغي الرابط الأول ونحط رابط ثاني، فهذا رابط جديد وأنا بتمنى يعني أصدقائنا يتابعونا على الرابط هذا، لأنه الرابط الأول حذفناه بالغلط طبعا. اليوم في معنا مجاهر جديد، الأخ جون من فلسطين. خلونا نرحب بالأخ جون. أهلا وسهلا فيك أخ جون. أهلا بك، أهلا بك يا أخي. أهلا وسهلا فيك أخي جون. على الأول لو تعرفنا على يعني مثل ما تعودنا نحن بالبرنامج بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، يا ريت تعرفنا على شخصك. تفضل. أوكي، أنا اسمي جون، أنا فلسطيني، أعيش في ألمانيا يعني منذ سنوات، و يعني هذا اللي ممكن استطيع احكيه بشكل شخصي يعني. طيب أخي جون، يا ريت تحدثنا عن نشأتك الاجتماعية، كيف نشأت بالجو الاجتماعي، الجو الديني خلينا نقول بصراحة، يعني كيف يعني استقبلت الدين بحياتك كطفل لما كبرت، ولوين وصلت بالدين بالتدين؟ تفضل. يعني زي أغلب الناس ولا كل الناس، يعني نشأت في أسرة مسلمة متدينة، يعني كلهم بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيعملوا الحاجات الدينية، فنشأت كطفل كنت برضو زي أهلي يعني أصلي وأصوم وحاجات زي هيك، ولما كبرت شوية تغيرت حياتي عن الأول يعني. اوكي، وين وصلت لمرب بالتدين؟ يعني هلا خلينا نقول مثلا انت طفل ووصلت للمرحله 13 14، وين كيف كان التدين عندك؟ كنت متدين؟ حاولت تتشدد؟ صرت يعني وين وصلت بالتدين؟ تفضل. يعني كنت أروح مع أبويا مع أبي يعني على المسجد ومع أخوتي يعني، وإحنا هنا في فلسطين عشان في احتلال، فالناس يعني متدينين شوية أكثر عن الدول العربية الثانية، فكنا ملتزمين كثير في الجامعة. أنا شخصيا يعني كنت أروح على الجامعة بشكل مستمر، يمكن بعض الأحيان 5 مرات في اليوم، حتى صلاة الفجر كنت ملتزم فيها يعني، كنت أروح الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كنت ملتزم أصوم رمضان. وطبعا تعرف في عندنا كمان في فلسطين أحزاب إسلامية بتجذب الشباب، وكنت شوية كمان حتى ملتزم معاهم كمان يعني مع الحزب الإسلامي في فلسطين، تعرف يعني أنت. طيب جون، ايش اصلا لك ملحد انت؟ من زمان يعني فيك تقول من الثانوية يعني قديش عمري يعني 12 سنة 13 سنة إني ملحد. تمام، يعني بمرحلة الثانوية انت صرت ملحد. إيه ايوه. طيب جون، يعني لما وصلت لمرحلة الثانوية لوين كنت وصلان بالدين؟ يعني شقد كنت متدين؟ شقد كنت قريب لله، خلينا نقول بتعبيرات المؤمنين، يعني كيف وضعك الديني كان؟ تفضل. كنت إرهابي إرهابي، فيش اها، أكثر اشرح لنا، يا ريت تشرح لنا. يعني فيش أكثر من الكلمة هذه، إرهابي قاتل يعني، ظالم قاتل اللي بدك إياه يعني، اللي هو اللي كل حاجة حرام وكل حاجة ممنوعة، ويعني إيش أقول لك يعني، الموسيقى حرام، الطبل حرام، اختلاط النسوان برجال حرام، يعني لو شفنا مرأة بشعرها سب عليها، كنت أعمل زي ما الحركات الإسلامية بتعمل، كنت مختلط معاهم بشكل فظيع، فكنت متطرف يعني زي أحمد حرقان قبل ما
يصير ملحد كان سلفي، وانا كنت زيه يعني كنت سلفي، فكان كل شيء عندي حرام، وكنا ندعي على الكفار ونقول عنهم هذول ناس مجرمين ولازم ربنا يصيبهم بالسرطان، واللهم ناخذ نساءهم واموالهم والحاجات هذه في الجوامع. فكنت عايش حياه كراهيه كلها ماساه، يعني اكره اهلي واكره اكره يعني اهلي كانوا متدينين بس ما كانوش ارهابيين، يعني كانوا بس يصلوا بالجامع، بس انا كنت ملتزم، كنت في حزب اسلامي يعني الاخوان المسلمين، هذا فهذا حزب ارهابي يعني زيه زي داعش. كنت اكره العالم كله من كثر التشدد يعني. انا كنت اسالك اذا انضممت لاي حركات اسلاميه مثلا مسلحه شيء، انت انضممت لاخوان المسلمين؟ اخوان المسلمين هن حماس معروفين، ما هيك؟ صحيح. شاركت شيء بمعارك باشياء هيك؟ حربي لا، لان ايامها كنت لسه صغير، يعني هم بيفرضوا على الشباب بعد يعني 18 زي هيك انهم يتسلحوا ولا يحاربوا اليهود ولا زي كده. اما ايام كان عمري 16 ولا 17 كنت يعني اطلع في مظاهرات، لا يعني ما نحكي لا حماس، لحركه حماس او حركه حماس طبعا. كنا نطلع مظاهرات لهم اذا كان في نشاطات في المدرسة، نطلع في نكتب في النشاطات هذه في الحاجات الدينية اللي هم دائما بيعملوها وبيكتبوها. كنت ملتزم معاهم، أروح معاهم في ندوات الدينية، صحيح كنت ملتزم معاهم، صحيح صحيح كنت ملتزم. طيب كيف بلشت بالشك؟ كيف صرت تشك إنه يعني الدين هذا مثلا الدين خرافي، ولا يعني ولحظة الجرأة اللي اجتك انه تشك بهالدين هذا وتفكر فيه، كيف اجتك؟ احكي لنا عليها. بلش الشك عندي لما يعني انا اكثر موضوع خلاني يعني شو اقول لك اكفر بالله المرأة، عشان هيك انا حابب دائما احكي عن المرأة. يا ريت تفضل احكي لنا. يعني ايش اقول لك، يعني مأساة كيف المرأة بتعيش في الدول العربية ولا في فلسطين، كل نفس الشيء. يعني لما بشوف خواتي كيف بينهانوا من اهلي، من الذكور يعني بالذات، يعني الاب بيهين امي واخوتي بيهينوا خواتي، طبعا اهانة يعني شتايم والضرب، ولازم تعمل الأعمال المنزلية ولازم تغسل وتمسح وتطبخ، وإذا ما عملتيش شيء أنت واحدة علي الطلب بثلاثة بطلقك أنت ساغر. وكان مسموح لنا في الدول العربية أنه في فلسطين أنه الزلمة يضرب مرته أو الأخ يضرب أخته إذا ما عملتش اللي هو مثلا، اذا اجى هو من الشغل لازم تطبخ على طول، اذا اجى صاحبه لازم تعمل له القهوه، اذا مش عارف شو لازم وطبعا غير الحاجات هذه، انه المراه لازم صوتها عوره وجسدها عوره، يعني ممنوع تحكي وممنوع تغني وممنوع تطلع بشعرها وممنوع تتزوج، ممنوع تحط برفان، ممنوع تعمل اي حاجه، ممنوع تعمل لي تعمل اي شيء اي شيء، كل شيء ممنوع. يعني لو تروح المدرسه ولا الجامعه لو تاخرت 5 دقائق ولا 10 دقائق ابو يمسح فيها الارض ويبهدلها ويتهمها انها سافله وعاهره، والزلمه لو ضل للساعه 12 بالليل لو حتى بات عند صاحبه لثاني يوم ولا شيء عادي، يعني شيء طبيعي. يعني المراه مهانه من كل الجوانب، ممنوع تعمل اي حاجه، حتى الشغل يعني احنا كلنا بنعمل مع طريق ياسر، بس انا بشكل يعني مختصر بجاوب عن هذا، انه مثلا ممنوع المرأة تشتغل في شغل في رجال،
بتشتغل بس في جمعيات إسلامية، ولا بتكون هي المسكينة متخرجة هندسة، ولا متخرجة إعلام، ولا متخرجة صحافة، عشان الشغل في اختلاط مع الشغل ممنوع بيشتغل. ممنوع ممنوع ممنوع. فمن خلال لما بشوف إنه المرأة عندها كل هالكوارث هذه الحرجة، أنا حتى كنت متربي في وسط نسوي، يعني خواتي كلهم، يعني عندي كثير خوات كنت معهم كبير، مش حاسة قديش العدد، بس كنت مع خواتي كثير، فكنت أشوف الظلم ليل ونهار على البنات. الرجال يعيش ملك، وأكله وشربه وأوضته المسح كل شيء يتظبط له، والمرأة ممنوع تعمل أي حاجة. يعني حتى آخر شيء كمان أختي ممنوع تسافر، خلصت الجامعة بتقدير امتياز، طلعت الأولى في تخصصها، بدها تسافر تكمل تعليمها في بريطانيا، أبوي منعها. ليش معهاش محرم؟ ليش ما فيش محرم؟ ليش ما فيش محرم؟ ايش الكلام الفارغ هذا؟ حاجات يعني ملهاش أول ملهاش آخر. ملهاش أول ملهاش آخر. طيب جون، يعني شو النقطة مثلا؟ هلا إذا قلت، يعني مش قد ما كان إنسان حاقد على فكرة إنه يقول أنا ملحد، يعني أوكي موضوع المرأة، أنت تقدس المرأة، بتحترم المرأة وشفت ظلم على المرأة، بس خصوصا الإسلام يعني بيتم فيه أشياء أخرى ما بتقدر تنكرها، يعني مثلا إيمانك بالله، الطقوس الموجودة، يعني صعب، خصوصا الإله اللي يتوعدك بالعذاب، يعني لما بدك تلحد بدك تقدم على هيك خطوة، خصوصا إذا كنت مؤمن، يعني بغض النظر إنك ضد فكرة اضطهاد المرأة، يعني ما خطر لك الخوف هذا؟ شو كان تأثيره فيك؟ كيف قدرت تخلص من هالخوف هذا؟ تفضل. يعني ايش اقول لك؟ في البدايه يمكن لما كنت الثانويه كنت شويه هيك اخاف من العقوبه، بالذات اذا ما بتصلي، اذا بطلت تصوم، اذا مش عارف شو، ما عملتش العادات الاسلاميه حتخش النار، عذاب القبر، مش عارف الثعبان الابرع. بس في الاخر اكتشفت انها كلها اوهام، يعني كله كذب في كذب، يعني لا في عذاب قبر، ولا في نار، ولا في جهنم. والواحد يتعب حاله كل يوم، يغز راسه على الارض 5 مرات، ويتبضل ويتعب حاله ويصلي مش عارف شو 5 مرات كل يوم، يعني كانها شغل تشتغل مع الله. الناس هنا في اوروبا بتروح بتشتغل 8 ساعات، احنا في دولنا العربية بنشتغل مع الله. وبالفعل يعني اذا تحسبها 5 صلوات وهالمسائل هي، يعني بيطلع لها اقل شيء بيطلع لها كم ساعه، يعني محترمين طالع لك مبلغ محترم اذا اشتغلت فيهم صراحه. ايه كافي. غير طبعا قبل ما تصلي بدك تتوضا، وتخسر منزلك بلاوي، كل صلاة قبل 10 لتر مية لكل فرد يخسره لما يتوضأ. غير هيك تطلع ريحة الحمام، ريحة الدار، المية هذه ما بمشي حالها، حاجات مقرفة مقرفة. ايش اللي مقرفة؟ غير انه الواحد بيضيع وقته في الحاجة، كمان بيخسر حاله مية وبيخسر الحكم. احسب قديش عدد المصلين اللي بيتوضوا مية في اليوم، مليارات الدولارات بتروح بس عشان الواحد يصلي من الماء. أنا على كل حال أنا بشجع أخوتي أصدقائنا المشاهدين، يعني إذا بتصلوا فينا على سكايب بنهاية الحلقة، يعني يساووا مداخلات وأسئلة، ويا ريت تبعتوا لنا الأسئلة كمان على السكايب، يعني إذا موجود على كل حال سكايب تحت الفيديو بالديسكريبشن موجود السكايب، وممكن تبعتوا أسئلة ومداخلات. طيب أخي جون، يعني خلينا بس قبل ما ندخل بموضوعنا، بحضرتك يعني حاولت انك تتجه اتجاه تاني، يعني لما شفت الاضطهاد هذا للمرأة
ويعني ما عدت آمن بالدين الإسلامي، حاولت اتجه لدين آخر. يعني مثلا المسيحية يدعون أنهم دين محبة وهالقصص هاي، فحاولت يعني تتجه مثلا للمسيحية مثلا. تفضل. صحيح صحيح. يعني بعد ما انا كيف تركت الاسلام اصلا، يعني عن طريق البرامج المسيحيه، كنت اتابع التلفزيون لاخر شيء، الصوت عندي تحالي بيطلع تردد لما بحكي بيطلع تردد. بدك معناتها اقفل الميكروفون فوق بجنب الرجل تبع الزائد، اقفل الميكروفون واحكي. وين هذا؟ الله. تفضل افتح الميكروفون. لا لك افتح الميكروفون. بس بيطلع تردد على الصوت. هاي جتا بيطلع تردد. اوكي. طبعا كيف تخلصت من الدين المجرم الإسلامي الحاقد القاتل؟ في البدايات كانت إنه هذا، بس في البدايات يعني، مش لهلا يعني، كنت أتفرج على برامج مسيحية للأخ رشيد، ومن زمان من 10 سنين يعني، لأبونا قمص. من خلال المقارنات لما هم بيطلعوا على البرامج هذه ومقارن المسيحية بالإسلام، بتلاقي فروقات فظيعة يعني. صحيح المسيحية أوكي يعني فيها شوية شبه من الإسلام، بس المسيحية ما فيش فيها قتل، ما فيش فيها ذبح، ما فيش فيها كثير حاجات يعني. يعني الصلاة عندهم ما فيش فيها تعب، إنك والله تصلي كل يوم 5 مرات وتتوضأ ومش عارف شو، تعب حالك وتموت حالك عشان الله تشتغل معاه، بيصلوا مرة في الأسبوع. كثير حاجات مختلفة في المسيحية، لما بيصلوا في الكنائس بيدعوش على المسلمين ولا على الكفار بالموت والحرب والسرطان يعني فيها، لقيتها بالأول فيها محبة وفيها تسامح وفيها مش عارف شو، بس طبعا يعني في الآخر اقتنعت في الآخر يعني. يعني بعد ما جيت على ألمانيا كنت برضو شوية ملتزم بالدين المسيحي، وقبل سنتين صرت يعني تقريبا ملحد يعني ملحد أقرب للمسيحية عن الإسلام بسبب التطرف الديني الموجود في الإسلام. ولا بسبب يعني مشاهدتك للمسيحيين ودعوتهم للمسيحية قررت للمسيحية أكثر؟ صحيح، عشان يعني قربت مشاهدتي للمسيحية والبرامج المسيحية، عشان هيك أنا قربت لهم. حتى أنا في ألمانيا لما أكون صادق 100%، أول ما جيت على ألمانيا تعمدت كمان يعني، صرت مسيحي وتعمدت في الكنيسة كمان. هو بصراحة يعني اللي صار ان المشكلة يعني اول ما طلع الانترنت وطلع الفضائيات، فالمسيحيين يعني جاهزين معهم الاموال الكافية انه يبرزوا صوتهم، فساووا قنوات وساووا اشياء عجيبة من كثرة المال طبعا اللي ما عندهم. وطبعا نحن كلنا بنعرف لما بتقاتلوا الحرامية بتبين الحقيقة، فالمسيحيين عدوهم الأول هو الإسلام طبعا. فلما بلشوا ينقضوا الإسلام، صحيح فرجوا يعني المسلمين دينهم، ولكن كمان طرح السؤال على المسيحيين ذاتهم، وشو أنتم المسيحيين يعني خرافاتكم، يعني إذا خبيتوها راح تضيع؟ ما راح تضيع بكل تأكيد. شو تعليقك أخي جون؟ تفضل. صحيح كلامك. عشان هيك انا في الاخر يعني تركت كل الاديان، يعني اعتبرت المسيحيه زي الاسلام كلها خرافه. يعني لما يجي يقول لك والله مش عارف المسيح امه جابته من غير زلمه والكلام الفارغ، يعني حاجات تخليش العقل يعني برضو. فهاي اللي خلاني برضو في خرافات المسيحيه، هي اللي خلتني اترك المسيحية برضه. بس عاد الفرق العظيم والشاسع والمستحيل الإنسان ينكره، إنك
إذا تركت الإسلام وأنت في دولة إسلامية تقتل تذبح، يعني بتقول هيك بتطلع على العلم بتقول أنا كافر يقطعوا راسك، بالذات في الدول الإرهابية. يعني فلسطين معروف، يعني زيها زي السعودية زي إيران زي الدول الفاشلة هذه، إذا تطلع للعلن لأهلك ولا للناس يقول أنا كافر يلعن أبو محمد يقطع رقصك أو تنحبس أو يصير لك مصيبة. بس طبعا في المسيحية في فرق شاسع، أنا أصدقائي في منهم ملحدين في منهم مسيحية، ولما أنا أقول لهم أنا مش مسيحي عادي بنضلنا أصدقاء ونحب بعض ونزور بعض، مفيش أي مشاكل، تقدر تحكي حريتك كاملة وتجهر بإلحادك وبتضلك صديق لإلهم، يزوروك ويزوروك وتزورهم وما فيش أي مشاكل. هاي الفرق الشاسع بين الإسلام والمسيحية، هاي الفرق. طبعا المسيحية الحالية يعني ما هي مسيحية القرون الوسطى أيام اللي كانوا ياخذين مجدا، مثل ما كانت الكنيسة ياخذ مجدا، مثل ما هلا الأزهر ياخذ مجدا في تفويه تكميم الأفواه للأسف يعني. طيب أخي جون، خلينا نبدأ. إذا عندك مقارنة بين المرأة الغربية والمرأة الشرقية، طبعا مثل ما فهمت منك في معك شخص ألماني أو سيدة ألمانية، رح تحكي وجهة نظر المرأة الغربية وأنت رح تترجم من الألمانية للعربي، ما هيك؟ أكيد فإذا بتبدأ أنت ولا تبدأ هي، شوف كيف بتشوف واحكي لنا، خلينا نشوف الفرق بين المرأة الغربية والمرأة الشرقية، تفضل. أوكي يا ماما أوكي. أنت طبعا السبع أسئلة إحنا أنا كتبتهم معنا وهي كتبت الأجوبة، هي حتحاول عاد إيش تقول إيش كيف هي حياة المرأة في الغرب، وأنا معروفة يعني كيف هي حياة المرأة في الدول العربية، يمكن أجاوب عليها أو يعني معروف، بس هي بتقول مثلا كيف هي حياة المرأة في الدول الغربية. لو مثلا السؤال انت عندك الأسئلة، ولا مثلا في السؤال الأول مثلا ليش لا بصراحة يعني أنا ما حضرت أسئلة لكل شغلة يعني، بس عموما يعني المقارنة اللي بدك تسويها ممكن نطرح نقاط، يعني المرأة مثلا بالبيت بالتعليم بهالمسائل هي ممكن يعني نقطة، ما في مشكلة يعني. إذا بدك خلينا نحكي بالتعليم، نبدأ بالتعليم يعني، إذا بتبدأ هي المقارنة بتحكي بالتعليم وأنت ترجع تحكي بالتعليم، وممكن أنا بسألك نقاط أخرى يعني، ما في مشكلة. تعليم احنا السبع اسئله ما كانش فيهم، بس عاد في اسالها انا عن التعليم. دي اساسا اين فراغ مش فرنسي فراغ بي دي فراوين ان دويتشلاند ستوديرين دي زو شولا بيهن ليرنين wie sie anfangen mit Schule, Kindergarten, die Frauen nicht mehr Männer. So, sie sind frei. Ja, er holt das. Ja, die Mädchen haben auch viele gute Dinge im Leben. Sie sind frei, sie dürfen frei denken, sie bekommen Gaben und dürfen ihre Intelligenz benutzen, um in der Schule zu lernen, um einen Beruf, ein Studium, je nach ihren Fähigkeiten, je nach ihren Möglichkeiten, dürfen sie das tun, was ihnen am ehesten liegt, was ihnen in der Fähigkeit gegeben wurde. Und auch wenn sie fleißig sind, dürfen sie sich ganz hoch arbeiten. طبعا هي بتحكي على النساء، طبعا انا على يعني الاطفال البنات، طبعا هذا الشيء على الاطفال الاولاد يعني نفس الشيء، بقول لك انه عندهم الحرية الطفل إنه يختار المجال اللي هو بحبه هواياته، في قصة التعليم إنه بيجي له يعني أو كابة يعني الواجبات المنزلية وهو بحددها يعني بحللها وبيحل الأسئلة بحريته الشخصية وما عليه أي ضغط وحاجات زي هيك. هذا يمكن بس عن التعليم. احنا لو مثلا تطرقنا على قصه حريه البنت في قصه الحجاب وما الحجاب، مثلا انت بتعرف انه في دولنا العربيه بنفرض
فرد من بنت عمرها 7 سنين ولا 10 سنين انه تلبس الحجاب غصب عنها من اهلها. وطبعا الحجاب هذا معناته كذا تسكير، المرأة بتصير مسكرة، ممنوع تعمل اي شيء يعني. ولو في ناس، لو سمحت اسال السؤال هذا للمرأة الألمانية هذه، في بس دي ارشتا فراغ بارون دارف دي فراو كوف موستي فراو كوف توخ تراغن و بارون زي دارف دي فراو كاينة سو بارفوم و كاينة ميك اب و يا و سو داس از سلافن فور فراو. Eine Frau hat die volle Freiheit, welche Kleider sie tragen möchte. Der Mann macht ihr keine Vorschriften. Die Frau entscheidet selbst. Parfüm wird besonders von Frauen benutzt und vor allem für Frauen hergestellt. يعني هي بتجي لك كيف مثلا البنت في ألمانيا مثلا كيف بتعيش، بتقول لك هي لحالها بتقرر شو تلبس، تلبس فستان ولا تلبس تنورة ولا تلبس اللي بدها إياه، ما حدش بيجبرها تعمل تلبس أي حاجة. وطبعا غير هيك إنه بتتزوج وبترش بترش بعرفانها حالها وتطلع وين ما بدها وبتيجي وبتروح وين ما بدها، وبكون عندها أصدقاء من الأولاد ومن البنات ويعني الزلمة ما بفرضش عليها أي حاجة، أبوها أخوها ما حدش بيفرض عليها في قصة اللبس أي شيء، مش زي دولنا العربية المتخلفة اللي بتفرض على البنت إنها تلبس حجاب ونقاب وزفت كل القرف هذا كله. هذا فرق طبعا فظيع يعني. طبعا في أكيد أكيد جون. طيب على هو أنت تحكي لنا على الوضع المرأة الشرقية، خلينا نقول من وجهة نظرك يعني كيف تقارنها بالمرأة الغربية؟ تفضل. إجابة بسيطة، المرأة العربية. لا يا جون أنا ما بدي إجابة بسيطة، بدي إجابة معمقة يعني. تفضل. أوكي أنا بس بقول لك يعني إيش بسموها بالألماني، إحنا بنقول عنها التيمة يعني الموضوع، بعدين بشرح لك يعني. بالأول بقول لك إنه المرأة العربية عبدة، المرأة الألمانية ولا الأوروبية ولا الغربية حرة. طبعا حط تحت عبدة 100,000 نقطة يعني، زي ما حكينا لك إنه قصة الحجاب، ليش المرأة لازم تتحجب؟ ليش يعني؟ ليش ما الرجل يتحجب؟ يعني إشي بيغيظ وبيمغص البطن. ليش المرأة إيش المشكلة فيها لما تبين شعرها، لما تبين شوية من رجليها، من جمالها؟ مش المرأة جميلة؟ هي كمان حتى المرأة الألمانية دائما بتحكي لي عليه هذا يعني، المرأة جميلة فلازم تظهر شوية من جمالها، تظهر شعرها، تظهر رجليها، تتزوج، تكون حلوة، تحط برفام، تفرح، تمرح، تطلع، تسهر، ترقص، تعمل بدايات، تعمل بدايات. فالمرأة الشرقية ميتة، ممنوع تعمل أي إشي يعني، محرومة من كل إشي، حتى أصدقاء بنات نادرا يعني، بيكون عندها أصدقاء بتزورهم كل شهرين 3 شهور مرة، لأن ممنوع تطلع نهائيا من البيت. فالمرأة العربية عبدة. طيب بالنسبة لموضوع العمل يعني، موضوع العمل هلا نحن، أنا عايش بأوروبا طبعا وعايش ببريطانيا، فبعرف نموذج المرأة البريطانية، خلينا نقول يعني المرأة سعرها بسعر الرجل، تعمل كما يعمل الرجل بحذافيره. على ما تسألها للسيدة إذا موضوع العمل، آسف، موضوع العمل تبع المرأة الألمانية، تفضل. Wie darf die deutsche Frau arbeiten? So, sie darf alles arbeiten, sie darf egal welche Arbeit arbeiten, sie darf wie Mann arbeiten, sie darf alles machen, wie die Frau arbeitet, normalerweise schon. Eine Frau darf in der Gesellschaft nach ihren Fähigkeiten arbeiten, was sie gerne macht, beziehungsweise was sie kann.
واحدة واحدة أنا هترجم عشان ما تخربطش شيء. بيقول لك يعني هي تقدر تشتغل اللي بدها إياه حسب إمكانيتها هي، ما حدش بيقولها هذا الشغل مسموح، هذا الشغل ممنوع، هذا في الشغل فيه رجال، هذا الشغل ما فيش فيه رجال، هذا الشغل يعني مسموح. هي بتعمل الحاجة اللي هي بدها إياه. Yeah. Ja, sie kann männliche Arbeiten tun, die Männer machen, oder sie kann auch Arbeiten tun, die vor allem mehr Frauen machen, pflegerische Berufe zum Beispiel, oder im Büro, sie kann auch Chef sein. بتقول لك بتقدر المرأة في ألمانيا تشتغل الشغل اللي بيشتغله الرجال، يعني تقدر المرأة مثلا تكون سواقة، تقدر المرأة تكون تشتغل عامل بنا، تقدر المرأة تشتغل أي شغل فيه للرجال، تقدر المرأة تشتغل فيه. Sie kann alle Arbeiten machen, welche Fähigkeiten sie hat und die ihr Freude machen. يعني هذا هو الإجابة، إنه تستطيع المرأة تعمل الشغل تبعها بشكل حر، والشغل اللي بيخليها فرحانة سعيدة من غير ضغوط من الرجل ولا أي حاجة، هي بتقرر كل شغلها بنفسها. طيب نحن بشان ما ندخل الموضوع كتير، لأنه يعني ما بنطول الحلقة كمان على أصدقائنا، بدي أسأل سؤال يعني لو أنت تجاوبني وهي تجاوبني، كيف هي بتنظر لموضوع اللاجئين اللي إجوا بالفترة الأخيرة؟ يعني كيف تنظر لهم، كيف بتقيمهم، كيف بتقيم الموجة هي؟ تفضل. من ناحية أنا بخاف كتير يعني من قصة اللاجئين، يعني لانه ما بتعرف مين فيهم الصالح ومين فيهم الطالح، في مين فيهم المسالم، مين فيهم الارهابي، مين فيهم ما بتعرف. يعني انا تعرفت على جماعه سوريين للاسف عشان اسمي جون كفروني ولعنوني، مع اني ما قدمت لهم الا كل خير، يعني كنا نساعدهم وقدمنا لهم مساعدات احنا واخوتي يعني الالمانيين، كنا نجيب لهم اغراض تلزمهم، بس عشاني انا اسمي جون انت كافر، انت ملعون، انت هتخش النار، انت ملحد، احنا بيقولوا لك مسموح لنا نقيم عليك الحد، يعني مسموح لنا نوبت لك لانك انت كافر، بس بيقول لك احنا في المانيا فما نقدرش نعمل لك اي شيء، لو احنا في سوريا كان قتلنا. تخيل يعني بعد ما جبنا لهم فرشات وبطانيات وجبنا لهم ادوات المطبخ وجبنا لهم صحون وكبيات ومعالق وتلفزيون ورسيفر، جبنا لهم كل شيء ولا سألناهم على قصة الدين بالمرة، بس عاد هو اسمك جون، انت كافر، انت ملعون، انت فيك مشكلة. انا قلت لهم انا كافر عن الاسلام بس ما عنديش مشكلة معاكم حتى لو انتم مسلمين دين، بس عاد خلاص ما دامك انت كافر انت ملعون، حتى لو اعطيتني مليون دولار انت ملعون، هتخش النار وهتخش جهنم وحلال جنة. يعني لو بدأ أسأل السؤال هذا للأخت لأم إريكا بي واس تينكس تو أوفر دي فلوشلينغ إن دويتشلاند دي يتس نوي بيكومن أو سوريان أند سو يا دي فلوشلينغ جاست جيت فيرليش ولا ديز انتريستينغ ولا في مومنت ich sehe nicht dass die Flüchtlinge gefährlich sind, es kommt darauf an wie sie sich integrieren möchten, wie sie unser Land annehmen und unsere Normalität, wie unser Land ist, oder ob sie selbst immer nur so bleiben, wie sie gewohnt sind. Das ist ein Unterschied. Wenn sie sich anpassen können, dann habe ich keine Sorge. يعني هي بتقول لك يعني حسب يعني إذا هم تعلموا الثقافة الألمانية واحترموا قوانين البلد فما فيش مشكلة منهم، أما إذا هم جايين يعني ياخذوا فلوس من هالبلد وفي نفس الوقت يسبوا ويلعنوا في هالبلد، ف
ايش اللي جايبهم هان؟ يعني اذا هم ما احترموش قوانين البلد وما ما التزموش ايش القوانين بتقول عن في المانيا، فهم بيكون ضررهم اكثر من النفع تبع. يعني للأسف مثل ما بيقولوا، يعني بيقول في المثل إذا أكرمت الكريم ملكته، إذا أكرمت اللئيم تمرده. بصراحة يعني الحاصل واللي شايفينه قدام عيننا هو اللئيم من كرم، فاللئيم من طبعه إنه يتمرد. وشايفين الاعتداءات الجنسية والتحرشات الجنسية وهالمسائل هي شايفينها قدام عيننا يعني للأسف الشديد. طيب أخي جون، برأيك كيف بتقيم حملة إجهر، الحركة اللي صايرة هلا في الفيسبوك، ويعني الملحدين اللي طالعين هلا بالفيسبوك دي سمعوا صوتا لكل الناس، وظاهرة الإلحاد عموما، كيف بتقيمها؟ كيف بتشوفها أنت؟ تفضل. أنا بدعمكم كثير وبحبكم كثير، وانتم شجعان، انتم هتحرروا العقول العربية من الفساد الإسلامي. مبسوط جدا جدا جدا، ونحن بنقولها بالألماني يعني تروك دي داومن، يعني بالعربي يعني ندعمكم بشدة وبنتمنى لكم كل الخير وبنحبكم كثير، وهذا إشي جيد، وبتمنى إنه يكون أنا زي حلم عندي إنه الملحدين والعلمانيين يتجمعوا. تعرف أنت في الجامع للمسلمين، وبتمنى إنه الملحدين يكون لهم جامع، بس إيش للملحدين عادي يكون. كيف فسر لي اياها يعني جامع للملحدين؟ تفضل. بتعرف انت في المانيا، وانا متاكد كمان في بريطانيا ولا في كل اوروبا، في الكنيسه اللي بتجمع فيها المؤمنين، وفي بسموها الجيمايندا، يعني المكان اللي لكل الناس، وهذا المكان لكل الناس هذا عباره عن هو اصلا انشئ من العلمانيه، رات هاوس ولا الجمايندا، هذه الاماكن اللي بتجمعوا فيها الناس في الاحتفالات وبيعملوا حفلات موسيقيه، ولا هذول اغلبهم بيكونوا علمانيين ولا ملحدين. فهي اللي انا قاصده، انه يكون لكم جماعه تلمكم وتجمعكم وعلى اساس انكم تساعدوا بعض وتحبوا بعض زي ما بيعملوا المؤمنين المسلمين عن طريق المسجد، مش بيساعدوا بعض وبيعطوا الزكاه ومش عارف شو. ونفس الشيء لو كان الملحدين والعلمانيين عندهم جماعه وقائد وحاجه زي هيك تجمعهم وعلى اساس انهم يساعدوا بعض ويضلهم ثابتين على مواقفهم، ما يتراجعوش قدام الارهاب الاسلامي الفظيع هذا. لما الواحد يكون جنب جماعه، الإيد الواحدة ما بتسكبش، لكن لما واحد جنبي جماعة كلها بتدعمه وبتحبه بيقول لك أنا مش لحالي، أنا مش ملحد لحالي، في ألف، في مليون، في 10 مليون ملحدين زيي ولا علمانيين، يعني مش كل المسلمين إرهابيين، في منهم كثير يعني علمانيين يعني كويسين، يعني ما لو فيك تضمهم حتى لطبقة الملحدين من العلمانيين المسلمين. بصراحة يعني نحن ما عندنا مشكلة مع المسلمين، نحن ما عندنا مشكلتنا مع الفكر الإسلامي بذاته، يعني هو اللي المحرك الرئيسي للمسلمين البسطاء المساكين، للأسف يعني المساكين ما بعرف. يعني على كل حال أصدقائي، أنا فتحت السكايب، يا ريت إذا في أسئلة في مداخلات تتصلوا فينا تبعتوا لنا أسئلة. طيب أخي جون، يعني أنت قلت لي بدك تغني غنية، وأنا طبعا سمعتك، ويا ريت إذا بدك تغنية بس بدون موسيقى طبعا. ماشي ماشي. أنا بس كنت، أنا آسف على الإشارة، كنا نحكي قبل الأغنية هذا على أساس قصة الزواج، يعني هذه قصة جريمة كبرى، كيف
الدول العربية كيف الزلمة بتزوج المرأة، فعشان هيك أنا كنت بدي أحكي الأغنية هذه زي رسالة، توجه رسالة تفضل للمرأة. تفضل تفضل. يعني نحكي عن موضوع هذا، في بنشتم في شنخنا بردي في بيدي عربي شفراوين فهيرات في سلافن في شفراوين بس كوارش في لاي ايش لاو بهير بروم يا اوكي فراو من فراو فهيرات في سلافن ونسو كوفين ايش عن بورت بيدي عربي شفراوين لان عن بورت سو بيدي دوتش فراوين. انا حجاوب كيف طبعا معروف يعني كيف الزلمه، انا حجاوب الاول كيف المراه العربيه بتتزوج وبعدين هي بتجاوب كيف المراه الغربيه بتتزوج. طبعا يعني احنا عندنا في الدول العربيه ماساه، يعني النسوان سوق النخاسه بين اهل المراه واهل الزلمه بتنباع وبتنشرب، يعني إشي بيخزي عار علينا، عار علينا يا عرب يا مسلمين، انتوا تعيشوا ضلكم عايشين بالطريقة المخزية الفظيعة هذه. يعني إيش أقول لأمي بدي أتجوز، فتروح أمي تشوف لي بنت، تلف على العائلات، تلف على هذه العيلة أوكي، هذه لأ، هذه أوكي، هذه لأ، تجارة، كأنك بدك تشتري بقرة، سيارة، بدك تشتري أي حاجة. ولما عيلة من البنت، مش البنت، لما عيلة من البنت تقول أوكي، فساعتها بتصير مفاوضات تجارة. والله هذه البنت حقها 5000، لا والله 6000، والله 7000، 4000، قديش حقها، قديش ثمنها. يعني تجارة خسيسة، المرأة عبارة عنها عن عبد، عن زي ما بتعمل داعش، سبية، عن إشي بينباع وبينشر. يعني إشي فظيع. أول حاجة الإشي هذا بخلي الزلمة ما يتجوزش إلا لما يحوش ويقعد 10 20 سنة يحوش مصاري. إحنا في بلادنا واحد معه 10,000 يورو، إشي مش بسيط عشان تتجوز مرة، ذهب بين ذهب وعرس وشبكة وزفت، تقعد طول عمرك تشتغل عشان تجيب حق العرس هذا، حق المهر وحق الإشي هذا. فإشي مفزع، إشي بيحزن، بيبكي القلب يعني الصراحة. هذا بالنسبة لكيف المرأة العربية تتجوز. تعال نجاوب كيف المرأة الغربية تتجوز. في فايرات داينا فراو اندوشن. Also meinen Frau lernen sich selbst kennen, ohne dass die Eltern sich gegenseitig unterstützen. Sie kennenlernen und Mann und Frau entscheiden selbst, ob sie heiraten wollen. Meistens, wenn, in der Regel, wenn Sympathie, gegenseitige Sympathie da ist. Die Eltern entscheiden nicht mit. Eine Frau kann nicht wie ein Gegenstand mit Geld bezahlt werden. Ich würde sagen, المرأة والرجل طبعا معروف، انت بتعرف تعيش في بريطانيا، بتتعرف على بعض اي مكان، في الشارع، في بار، في مدرسة، في جامعة، في اي مكان. واذا المرأة اعجبت بالرجل ولا الرجل اعجب بالمرأة، اثنين يعني اعجب ببعض، فبيحبوا بعض، بيعيشوا مع بعض. لا بيسألوا اهل، لا بيسأل الزلمة اهل البنت، ولا بتسأل البنت اهل الزلمة، ولا كل هالكلام الفارغ هذا كله. وبعدين ايه زي ما حكيت انه ما بيسالوش. وفي الاخر لما بتجوزوا الزلمه ما بيدفعش قرش واحد ولا قرش، بحط لها الدبله في ايدها وخلاص. هذا هو الزواج، يعني تكتب ورقه وبيعمل عرس بسيط وبس، لا في مهر ولا في الشريعة ولا في كل هالقرف هذا كله. يوافق أهل المرأة ولا يوافق أهل الزلمة، حاجة يعني شيء مخزي. وهذا اللي طبعا أنا بحكي إنه بدي أوجه رسالة للأغنية هذه لراهب علامة قلب عاشقها، إنه الزلمة حب البنت، فأهل البنت تفضل تفضل. طيب ماشي. قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلا ما يرون، قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلا ما يرون، وأنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها، أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها، أنا كل ما اشتاق إليها
أروح وأسأل عليها عليها أنا كل ما اشتكيها، أروح وأسأل عليها عليها تجاوبني عينيها، تجاوبني عينيها، ارحل يا حبيبي حبيبي ألي ما يردوه يا أهل الهوى. إيه العمل يلي هويته عمري عطيته وهي الأمل، يا أهل الهوى. إيه العمل يلي هويته عمري عطيته وهي الأمل، يلي هويته عمري عطيته وهي الأمل. يا ويل قلبي يا ويل قلبي لو يرحلون وانا كل ما اشتكي لها، اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتكي لها، اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتكي لها، اروح واسال عليها عليها انا كل ما اشتكي لها، أروح وأسأل عليها عليها تجاوبني عينيها، تجاوبني عينيها، ارحل يا حبيبي حبيبي أهلي ما يردون. يسلم تم جون. جون انا يعني بريد اتشكر السيده المحترمه اللي معك، ويا ريت توصل لها شكري كمان. طيب تسأل إذا بتقدر تسأل عن موضوع الإلحاد بألمانيا، كيف يعني النسبة، الناس كيف بتفكر بموضوع الدين والإلحاد؟ تفضل إذا بتقدر تسأله. دي دوتشة زين أتيس تو هيك فينا مالكور مستوى أتيس إن هيك ماي هايلايت كنت أتيس إن دام أتيس إن دي كده ماي ماي ستاديا إذا نقدر نبي مش لحكي كده أم بيضا يدا مين in Möglichkeit oder kann glauben, kann nicht glauben. Er wird nicht, wenn er kein Glauben hat, wird er nicht geschlagen oder verurteilt. Ja, jeder Mensch ist, hat die Freiheit, einen Glauben anzunehmen oder keinen Glauben anzunehmen. Ja, ne, اسمح بس الصوت الميكروفون يلا دايا. بدي لك يعني الانسان في الغرب حر، يعني يؤمن ما يؤمن، يلحد ما يلحد، هذه حريته الشخصيه في يعمل بده اياه. وطبعا هذا الناس منقسمين، يعني تقريبا فيك تقول يعني 40 ولا 50% نصف المجتمع ملحد مش مؤمن. فكل انسان حر يعمل اللي بده اياه ويحكي رايه، ما حدش حيزعل منه ولا حيضربه اذا حكى رايه، اذا قال انا ملحد. فحريه التعبير والراي مكفوله للجميع هنا في المانيا. يعني طيب اذا بتقول له هيك كلمه اخيره توجهها يعني للمشاهدين المؤمنين وغير المؤمنين، يعني من مشاهدين البرنامج، تفضل. Kannst du eine so einen Satz sagen, letzter Satz sagen für die Leute, die sie dieses Programm sehen, für Gläubiger und Ungläubiger Menschen, ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, ich wünsche allen, die unter Druck stehen, unter Glaubensdruck, dass sie frei werden. Und dass sie nicht unglücklich werden, wenn sie etwas annehmen müssen, was sie nicht annehmen können. يعني هي تتمنى انه كل انسان
يكون يقدر يعبر عن رأيه ويكون حر إذا كان مؤمن ولا غير مؤمن. يعني تحكي عن العرب يعني عشان عندهم الضغط والإرهاب هذا، وتتمنى أنه في يوم من الأيام ما يكون في إرهاب وتكفير للناس الغير مؤمنين، أنهم هذول الناس لهم حق المواطنة والعيش زيهم زي الناس المؤمنين الموجودين في الدول العربية. ما فيش فرق بالمرة بين المؤمن وغير المؤمن. زي مشتاق ارجع ماس نقص انا تحكي كمان حاجه اوكي Als aus meiner Erfahrung sehe ich bin auch gläubig, ich bin Christ und ich sehe auch, dass meine Religion eine Erfahrung der Freiheit ist, eine große Freiheit. حاجه ما اعتقدش حد يعجبك، هي قلت لك عنها انه الاخت أمي يعني هي مؤمنة يعني، ويقول لك إنه في الإيمان تبعها ما فيش ضغط على الناس غير مؤمنين وبيزعلوش منهم. وفي ألمانيا أنا في حرية تعبير ورأي، ويقول لك إيمانها كويس يعني. برافو برافو. طيب طيب اخي جون، شو اعطينا كلمه اخيره انت، يعني كلمتك الاخيره بتحب توجهها للناس، تفضل. كلمه الاخيره انه بتمنى يصير 1% من موجود في اوروبا، 1% بس، بدنا 1% حريه، بدنا نتنفس، بدنا نعبر عن راينا، بدنا ما حدش يضغط علينا، ما حدش يهددنا بالقتل والذبح والسرقة. بدنا المسلمين المؤمنين الموحدين اللي بيعبدوا الله تبعهم هذا يفكوا عنا ويسيبونا في حالنا، خلينا نعيش حريتنا وما يرهبوناش. كفاية إرهاب، كفاية ذبح، كفاية سلخ. احنا الدول العربية تبعتنا هذه شوف الحروب كلها دينية، سنة شيعة مش عارف، كل الجرف هذا كله بسبب الله تبعكم. لو انتوا تخليتوا عن الله ولا سبتونا نعبر عن رأينا هنعيش بسلام، هنعيش بمحبة، ومحدش هيكره الثاني، ومحدش هيذبح الثاني، ومحدش هيضرب الثاني. هاي اللي بتمناها في الدول العربية. ضبط اخي جون، انا بتشكرك وانا بضم صوتي لصوتك طبعا، وبتمنى يعني الناس تفتح مخها وتبدأ تفكر بمستقبلها، تفكر بحاضرها، يعني تفكير وقراءة وعن وعي. يعني أنا بتمنى هالشيء هذا، ومثل ما قلت أنت تتمنى 1% من حرية أوروبا، لا أنا بصراحة أناضل أكتسب حرية أوروبا كاملة 100%. نريد الحرية الأوروبية، ما نريد 1% منا ولا 2%. أنا لا أرضى أقل من 100%، أو إذا ما كان أكثر كمان حتى من يعني الحرية الموجودة حاليا في هالدول هي. يعني شعوبها بتطلع لحرية أكبر كمان، لمساواة أكثر بين الفقير والغني، والحياة الاجتماعية تكون سهلة لكل الناس. يعني أنا بشكرك أخي جون، وبتشكر السيد الكريم اللي معك، وبتشكركم أصدقائي، ونلتقيكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.